فرع في مدينة نصر وعندك فرع في الشيخ زايد في 6 اكتوبر، وبالتالي المساحة الجغرافية اتسعت، ما بقتش قاصرة. يعني انت لما تيجي تحط، عايز تعرف انت محمد فولي لازم انتخابات النادي الاهلي، هتحط اعلاناتك فين؟ هتحط منتج اعلان مثلا على شارع الجزيره، على النيل جنب اتحاد الكوره، ثم عند بوابه المعلمين مثلا. طب ما هو الناس اللي هي موجوده مش كلهم ساكنين في منطقه الزمالك، كان زمان اغلب اعضاء النادي الاهلي في المنطقه المحيطه بمنطقه الزمالك، مقر النادي الاهلي في الجزيره، في الجزيره. لكن الان ما اقصد الزمالك، منطقه الزمالك يعني في الجزيره. ايوه لكن الان عضو النادي الاهلي بيسكن في الرحاب، وبيسكن في مدينة نصر، وساكن في التجمع، وساكن في 6 أكتوبر، وساكن في المعادي، وساكن في كل شبرا، حتى في مصر. يعني وبالتالي المساحة السكانية بتاعتهم أو الجغرافيا المساحية للنادي الأهلي اتسعت، ما بقتش هي قائمة على ال 18 فدان اللي هم موجودين في منطقة الجزيرة. وبالتالي أنا النهاردة لازم أنوع في الدعاية، لأنه كمان الجديد النهارده في الدعايه انك كيف تصل الى عضو الجمعيه العموميه. يعني انت بتبعت له رساله، خدنا دايما على الحاجات التقليديه انك تبعت له اس ام اس رساله، او تبعت له على الواتساب، تبعت له المجموعه او البرنامج الانتخابي بتاعك. هو ما عندوش وقت يقرا البرنامج الانتخابي، يعني زي ايه النهارده مثلا، انت ممكن بتعرض البرنامج الانتخابي بتاعك لكن مش كلام، لازم يبقى عندك رؤيه حقيقيه مش كلام وخلاص. انا ممكن امسك المايك واقعد اقول لك انا هعمل وهعمل وهعمل. شوقي غريب مدرب يعني ان شاء الله اقترب بشكل كبير انه يبقى مدير فني للمنتخب الاولمبي، منتخب مصر السابق، وايضا المنتخب الشباب، وعدد من انديه الدوري الممتاز، حريص على التواجد للا بصوته في الجمعيه. اهلاوي اهلاوي كبير هو، وهو هيبقى ان شاء الله، لانه في اتحاد الكوره يعني الغالبيه مع انه يمسك مدير فني للمنتخب الاولمبي استنادا الى تاريخه وعنده خبرات في الحته ديت، لانه صعب قوي مش اي حد يمسك المنتخبات دي لها سياسه معينه وشغله معين، زي ما يبقى سهل جدا على مدربين اللي اشتغلوا في الانديه بيبقى برضو صعب انه على مدربين اشتغلوا في المنتخبات. يعني هي صعبه، يعني هي ليها توليف ليها. ولكن هو حريص ان هو يجي ويكون موجود. شفنا الكابتن محمود شامي، شفنا العديد من اللفيف طبعا من نجوم الفن ومن نجوم كرة القدم، أبناء النادي الأهلي السابقين، كل يعني الكل النهاردة أتى من أجل أن يضلي بصوته في انتخابات جمعية عمومية للنادي الأهلي. طبعا يعني ده واجب عليه، وهو النادي اللي بيحبه. يعني ما هو في النهايه انت عضو في النادي الاهلي عشان بتحب النادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي لما يحتاج لك انك انت تروح تحضر الجمعيه العموميه، زي ما احتاج لك في حضور الجمعيه العموميه للتصويت على اللائحه بتاعته، انت بادرت وذهبت. ابناء النادي الاهلي الحقيقيين، وبالتالي برضو انت لابد انك بتذهب النهارده عشان تختار القائمه التي ستقود النادي الاهلي في الاربع سنوات في المستقبل، قائمه لابد انك تختارها بالعقل وبحرص شديد جدا، لانه هذه القائمه مطالبه انه بتنفيذ استاد الاهلي، استاد حلم النادي الاهلي. هذا الحلم الكبير جدا لابد من تنفيذه على ارض الواقع. كيف النادي الاهلي انه يقيم استاد عالمي بمواصفات عالميه؟ كيف النادي الاهلي يقيم ويفعل وينشئ فرع التجمع، فرع النادي الاهلي في التجمع، في التجمع الخامس؟ كيف النادي الاهلي يستثمر بشكل كبير جدا في الفتره اللي جايه بطرق حضاريه وطرق مبتكره؟ كيف النادي الاهلي لابد ان الذي يديره ان يتمتع بخبرات اداريه، لانه الاداره هي علم وليست كلام. العلم، الاداره في العالم كله يا استاذ يا كابتن محمد عباره عن علم بيتم تدريسه، لكنها مش عشان فكرة. كده بيبقى في دورات في الاداره، في دورات في الاداره، في رخص في الاداره وبيعتمدها الفيفا طبعا. وانت النهارده بقى المجتمع مفتوح، فكره الاشتراكيه في الافكار انتهت، فكره الاشتراكيه في الاداره في مصر انتهت، لا توجد اشتراكيه في الاداره الان، الافكار الاشتراكيه والحنجوريه دي انتهت. نحن نريد مجلس يستطيع ان يدير النادي الاهلي بشكل حقيقي. الاهلي تحول زي ما قلت لك لمؤسسه كبيره جدا، الاهلي النهارده راس ماله او الميزانيه مليار جنيه، وبالتالي من الذي يدير؟ الذي يدير لابد ان يكون عنده فكر معين مختلف حتى يصل الى افاق عالميه حقيقيه كما يطمح الاهلاويه. وبالتالي وهذا ليس تقليلا من احد، ربما اكون صحفي جيد ولكنني لا استطيع ان ادير، ربما تكون مذيع جيدا جدا ويشاهدك الملايين ولكنك لا تستطيع ان تدير. هذه موهبه من الله، ثم تقوم بصقلها من خلال الدراسات ويبقى لك تجارب ناجحه. انا بعتقد
انه المجلس الحالي لديه تجربه ناجحه جدا، ولانه ادار النادي الاهلي في ظروف حالكه جدا وتم افتعال ازمات وتصدير ازمات ليه بشكل غير حقيقي يعني. طب خليني اقول واذكر الساده المشاهدين ان في 181 قضيه بيشرفوا على الانتخابات، 272 موظف من النيابه الاداريه ايضا بيشرفوا على الانتخابات، سياده المستشار احمد مرسي رئيس اللجنه القضائيه المشرفه على انتخابات النادي الاهلي أكد على أن غلق باب التصويت هيكون في الساعة 7، وأن على الناخب اللي أدلى بصوته ترك المكان عشان يعني يبقى في مساحة للناخبين الآخرين اللي هم لسه زي ما حضراتكم كده شايفين عايزين يدلوا بأصواتهم، فيجب على من أدلى بصوته أنه يفسح المجال للآخرين حتى يدلوا بأصواتهم. لازم يكون معاك الكارنيه ولازم يكون معاك أيضا بطاقة الرقم القومي عشان الأمور تبقى في منتهى السهولة. أفكر حضراتكم تاني في 7 إن شاء الله مساء هيتم غلق باب التصويت، واللي هيصوت فقط اللي موجودين داخل الخيمة الانتخابية هم اللي هيكون لهم حق التصويت. بعد الساعة 7 خلاص هيكون باب التصويت هيكون تم إغلاقه، ولسه في احتشاد، لسه في أعداد كبيرة جدا في العملية الانتخابية داخل النادي الأهلي. احنا من فترة كان النادي الأهلي عدى النصاب القانوني اللي هو 10,000، على عدى أكتر من كده بكتير، أعتقد إن احنا دلوقتي دخلنا على رقم أكبر من ذلك كثيرا، طبعا مش عايز أقول أي أرقام استنادا إلى التخمين، ولكن احنا الكلام المؤكد إن النادي الأهلي عدى النصاب القانوني منذ فترة، والآن داخلين على أعتقد عدد غير مسبوق في تاريخ الجمعية العمومية للنادي الأهلي للأدلاء بأصواتهم. يعني أنا طبعا مبسوط جدا أن يبقى في عدد كبير جدا، لكن أنا بأطالب الجمعية العمومية وأعضاء الجمعية العمومية بالاختيار بالعقل، اختيار بالعقل، اختار القائمة التي تستطيع أن يعني تسير أمور النادي الأهلي وتدير النادي الأهلي بشكل حقيقي وتستقبل الإنجازات الرائعة والكبيرة جدا والقوية جدا، هذه الإنجازات التي حدثت على الأرض، قائمة تستطيع أن تنفذ حلم النادي الأهلي في استاده، كما قلت استاده هناك العديد